والآن نرحب بسعادة الدكتور وليد الخشني، الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم. عليكم يعطيكم العافية السلام. جميعا. يعطيكم العافية جميعا. وبالبداية أود أن أرحب بالجميع وكل الشكر للأخت نادي مبارك على هذا التنظيم الرائع، وتحياتي لجميع الأخوة والأخوات في دول الخليج، وهذا شرف لي أن أكون متواجد وياكم اليوم. بالبداية طبعا يمكن الكل يعرف شركة زين، وراح نتكلم بعض الأمور البسيطة عن رحلة زين في مجال الابتكار. الابتكار وريادة الأعمال في شركة زين أصبحت عبارة هي مشرقة عندما نسمعها في أي نقاش أو تجمع، فهذه العبارة دائما ما تحمل معها فرص عمل وخلق أسواق جديدة. مؤخرا ابتدت تشمل خطط التنمية المستدامة، وهو ما دعت له الحكومات إلى تسخير الابتكار كوسيلة في مكانتها وتنافسيتها في أسواقنا. سعت العديد من الحكومات ومنها دولة الكويت في الأوان الأخيرة إلى تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص باعتباره مزوداً للابتكار، داعماً لرواد الأعمال، وأن الفرص الواسعة اللي يقدمها في التطور الرقمي هو يفتح مجال في هذه الأسواق. وانطلاقاً من هذه التوجيهات اللي في دولة الكويت، كانت شركة زين من المؤسسات البارزة اللي ساهمت في نشر ثقافة الابتكار، وبصفتها من رواد صناعة الاتصالات في المنطقة والابتكارات الرقمية اللي احنا نعتمد عليها في احتياجات السوق الواسعة. وقامت الشركة بتطويع التقنيات الحديثة لمواجهة تحديات سوق العمل. أمانة كل يعرف أن مجتمعنا كمجتمع الكويت هو أكثر مجتمع شاب، حيث أن تشكل شريحة الشباب الحصة الأكبر فيه، ولله الحمد الشركة احتضنت رواد الأعمال من الشباب التي فعلاً احنا نؤمن في قدراتهم وإمكانياتهم، خصوصاً بعد الحركة الكثيفة اللي شهدتها السوق الكويتي في العديد من المبادرات اللي نشوفها ناجحة، واللي أصبحت اليوم ليس فقط على مستوى الكويت لكن على مستوى الخليجي. شركة زين تعتمد في استراتيجيتها على مقاربة فعالة لقضايا الشباب، وأيضاً بالاستثمار في الأجيال المستقبل. ومن هذا المنطلق أسسنا والله الحمد في شركة زين مركز للإبداع ويسمى زينك، وهذا المركز هو واحد من الحضانات الرائدة لمبادرات رواد الأعمال على السوق المحلي أو على مستوى حتى الإقليمي. هذا المركز ينظر إليه اللي هو واحد من أهم البرامج مسرعات الأعمال في الدولة، يهدف إلى دعم وتمكين قدرات الشباب وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة. ولأن أمانة ميدان الشركات الناشئة هو عنوان الابتكار اللي احنا دائما نشوفه، حيث أن البيئة هي بيئة خصبة وإحنا ندعمها ونؤمن فيها أمانة. فكما يقولون الأفكار الصغيرة لحياة كبيرة، يأتي مركز زين للإبداع كمنصة حاضنة للابتكار، حيث يعمل على تشجيع العقول المتميزة والتفكير في عمل بيئة فاعلة وتوفير بيئة عمل تتسم بالابتكار والحداثة وتطوير الأفكار التي فيها المشاريع الحقيقية اللي ممكن تكون قابلة للتنفيذ وقابلة للتطبيق. أمانة نؤمن احنا في شركة زين أن الابتكار هو المحرك للنمو الاقتصادي في عالم الذي يزداد اعتمادا على المعرفة، فالاستثمار في الابتكار ضروري لتعزيز الإبداع البشري والنتائج الاقتصادية لتعتمد عليها القدرات الابتكارية في الشباب في الاقتصاد، حيث أنه يمثل اعترافا بدور الابتكار كمحرك للنمو في المجالات الاقتصادية. شيء آخر اللي نتكلم عنه أن الله الحمد شركة زين أنشأت برامج سمي بزين Great Idea، وهو كانت من أفضل البرامج على مستوى المحلي، وأيضا انتشرنا على مستوى المحلي، وكانت فرصة متجددة للمواهب المحلية لرواد الأعمال. وهذا برنامج واحد من أكثر المبادرات الناجحة التي أطلقتها الشركة في بيئة الأعمال، واحتضنت منذ 10 سنوات العديد والمئات من الشباب في رواد الأعمال. على مستوى الداخلي إذا بنتكلم على الله الحمد في شركة زين، لم ننسى الموظفين اللي احنا نشجعهم على الابتكار أيضا كموظفين، وهذا يعتبر من أساسيات يعني اللي احنا نعتبرها شيء مهم كشركة زين، واللي احنا حرصنا على نخصص فترة لتبادل وإثراء الأفكار الناشئة معهم، ويبرز برنامج وسمي بزين زينياك، وهذا التوجه الذي جاء بمبادرة من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة السيد بدر ناصر الخرافي. هذا البرنامج الابتكاري بمثابة منبر إلكتروني
عبر الانترنت ابتكروا الموظفين في شركة زين، وهذا يوفر مساحة يمكن فيها تبادل وتشارك الأفكار وتزويد الشركة بالقدرة على التواصل والتعاون لتحسين الأداء. ختاماً ما بيطول عليكم، وفي هذا العصر الذي تقوده مظاهر الحياة الرقمية، نسعي في شركة زين إلى تنمية الإبداع في مجتمعنا والاعتماد على تبني نماذج الابتكار والتكنولوجيات الناشئة التي يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كل الشكر لكم، وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي فيكم إن شاء الله في أوقات أفضل في مناسبات أفضل إن شاء الله. شكراً أستاذ وليد.